جون وجو، اهلا وسهلا فيكم بتحلى الحياه. اول شيء مبروك ميداليه البرونزيه اللي حصلتوا عليها من بطوله العرب. خبرونا كيف كانت البطوله وكيف كان هيك الربح. جون خبرنا. كانت اكيد شعور حلو لانه بعد غياب طويل للبنان عن البوديوم ببطوله عربيه وخصوصا بالبيتش فولي بول، فكنا بمهمه انه بدنا نجرب قد ما فينا نكون بين اول ثلاث فرق، وكثر خير الله قدرنا عملنا البرونز وربحنا على صاحب الارض عمان. انا بعد ما قلت لكم مبروك اكيد مبروك لكم، بس ليش كنتوا غايبين هالفتره جون؟ هي انا وجو صرنا سنتين عم نلعب مع بعضنا از بارتنرز مع بعض. اي بس الاتحاد كان صار له فتره غايب عن المشاركات كبطوله عربيه شواطئ بيتش فولي بول يعني. لحديث ما شاف انه مستوى تبعولنا متحسن وفي تطور لنا كفريق باللعبه، فحبي رحت مسلونا احلى تمثيل من الخارج وهذا يلي صار. كان صار له فتره لبنان مش مشارك ببطوله العرب. صح، كان صار لنا من الاخر مشاركه كانت بال 2012. كنت انا عم بلعب مع الي اللي هلا هو صار الكوتش تبعنا، وكانت جون عم بيلعب مع بارتنر ثاني وعملوا رابع. يعني لبنان صار له مش عامل بوديوم تقريبا اكثر من 10 سنين. بس بكل الاحوال كنتوا عم تعملوا نتائج كثير منيحه. هالمره كان في 13 فريق مشارك جو من 9 بلدان، خبرنا عن مستوى اللعب كيف كان والبطوله. المستوى كان عن جد كثير عالي، يعني في البحرين، في عمان، وفي قطر يلي هن التوب تيمز بال بين العرب. مضبوط. المستوى كان كثير عالي والشوب كان كثير 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 كان كمان درجة الحرارة عالية، يعني التحدي كان كثير كبير. صح، كان يعني الحرارة بين 38 و40 كل، وعم نلعب بنص النهار يعني أكيد. ومع فرق مثل ما عم بتقولوا، مع فرق ما معودين على هيدا الطقس بيكون معودين، ومستواها عالي مثل ما عم بيحكي مستواها جو. كانت كثير عالية. وجون كيف كانت التحضيرات؟ كوتش إلي كيف كان معكم؟ كان قاسي؟ اشتغلتوا كثير؟ كيف كانت أجواء التحضيرات لحتى نتهيأ لهالبطولة؟ صح، كنا كل يوم عم نتمرن قد ما فينا، عم نجرب نص نهار كرمال كرمال الشمس نتعود لها، كرمال الرمل يكون كمان السخن نكون عم نتعود له، وقد ما فينا مع كوتش إلي. بتعرفي كوتش إلي ما عنده رحمه، ما في رحمه وما في مزح، وهيدي النتيجه يلي حصلتوا عليها. كانت الجود ريزلت اكيد هي النتيجه كثير منيحه. يعني التمرينات كانت بلبنان عم بتكون يعني بالنهار كم ساعه كنا عم نتمرن جون؟ بين فيتنس اند بيتش فولي بول كنا بين 4 لـ5 ساعات بالنهار تقريبا. 4 لـ5 ساعات، هيدي بس ايام البطوله والمسابقات يعني بيصير. صح، فيها الانترنت يعني. اذا بدنا نقيم وضع قبل ما نقيم وضع الفولي بول والبيتش فولي بول بلبنان، رح نشوف سوا فيديو اجواء البطوله يلي صارت بمسقط بسلطنه عمان. في جمهور كان كيف هيك؟ بتكون اجواء التشجيعات لما بتكونوا على البيتش كيف لما نكون بعمان؟ اكيد المباريات ضد عمان رح يكونوا جمهور مفول، جمهور هن على ارضهم، جمهور مفول. نحن عن جد حابين نتشكر كل شخص لبناني اجى حضرنا ودعمنا، بس انه بالنهايه على ارضهم وبين جمهورهم يعني دائما كان في جمهور كثير كبير مثل ما كنتوا عم تسمعوا يعني ميوزك كل الوقت. كبير. شو مشاريعكم المستقبليه؟ شو التحضيرات؟ التحضيرات هلا هوبفلي عم الهدف تبعولنا انه نرجع نشترك مره ثانيه ببطوله اسيا اللي هي بتصير تور بعده بلدان. نعم. على امل انه كمان نقدر كمان بطوله عربيه الجايه على اساسها حتكون بلبنان، بس ما بعرف اذا رح يصير شيء وراء الاوضاع او شيء من هالنوع يعني. بس املنا انه نصال على الفاينل وان الله رد. ان شاء الله اكيد. نحن بنرجع بنقول لكم مبروك مره ثانيه للميداليه البرونزيه على امل على الذهبيه بالمسابقات المقبله والبطولات المقبله، ان كان عم نحكي بلبنان ولا صعيد العرب واسيا ايضا. مش غلط ابدا، نحن بانتظاركم، نحن متابعين خطواتكم لان نحن ما عندنا شك من الانتصارات اللي رح تحققوها بالمدى القريب. اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم الف عافيه والف مبروك مجددا.